بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم البيوت أسرار. هنكمل كلامنا النهاردة عن مفاتيح القلوب، لكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله شيخ محمد، وبارك الله تعالى فيكم. الله يكرمك وإياكم. شيخنا، في البداية أنا كنت حابب أن احنا نقول كلمة حول أهمية العشر أيام اللي احنا فيها دلوقتي، العشر الأوائل من ذي الحجة. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعمة كبرى من الله عز وجل على الأمة المسلمة وعلينا، أنصرنا أحياء نعيش في هذه الأيام المباركات، خير أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي لكل أخ كريم ولكل أخت كريمة في هذه الأيام، لابد أن نحرص على الطاعة أيما حرص. وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالعز أقول احرص على أي عمل من الأعمال الصالحة، ولو كان هذا العمل في نظرك صغيرا، ولو كان في نظرك قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى لو صارت الابتسامة التي تأسر قلوب الناس هي الوحيدة اللي بتفعلها مع الناس، فيكفيك هذا من الأعمال. إذا نقول يا شيخ محمد، ينبغي أن احنا نبحث عن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد. وكما هو المعلوم بأن الذكر ذكر مقيد وذكر مطلق. المطلق خلاص في أي وقت، في أدبار الصلوات وانت صاحي وانت ماشي وانت راكب وانت حتى في الأسواق. كان أبو هريرة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عمر يرفعان يعني صوتهما بالتكبير من أجل أن يسمع الناس. وكان عمر رضي الله عنه أيام كان بمنى كان يرفع صوته حتى يضج الناس بسماع أصواتهم في المساجد. وبلا شك بأن هذه سنة مهجورة. فأنا بقول للناس: يا إخواني يا أحبابي، في هذه الأيام فلنكثر من ذكر الله تعالى ما بين تسبيح وتكبير وتحميل وتهليل، ثم نكثر من الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد أنه عنه كما قالت بعض أمهات المؤمنين: صمت 9 من شوال، فصمت 9 من ذي الحجة. فطالما قالت 9 فإحنا بنقول يعني نجتهد غاية الاجتهاد على ما تستطيع من الايام، صمت يومين ثلاثه خمسه سبعه على قد ما ربنا عز وجل يعني يقدره في هذه الايام انت تصوم فلتفعل. وبلا شك الانسان يحافظ على صيام يوم عرفه، ففيه تكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه اتيه. ثم لك ورد من القران يوميا، وانا بقول له ما تحرصش انت على الطاعه وزوجتك واولادك قاعدين من غير اي عمل صالح. ينبغي ان انا اجمع زوجتي واولادي واذكرهم بفضل هذه الايام المباركات، وان الله عز وجل لما قال في قرانه: والفجر وليال عشر، فالله عز وجل أقسم بالعظيم لا يقسم إلا بما كان عظيما. وده يدل على عظمة هذه الأيام وعلى بركتها على الأمة المسلمة، والأعمال والحسنات في هذه الأيام والأجور مضاعفة. فينبغي للعبد أن يحرص على الطاعة، من ذلك الصيام، من ذلك ذكر الله عز وجل، محافظة على الصلوات الخمس في جماعة. إن استطاع أن يطعم صائما يبقى جزاه الله عنا خيرا، ده أمر طيب جدا. إخراج الصدقات، ربنا يكرمه بأضحية، يبقى أمر رائع. يروح للحج يبقى جميل جدا. اللهم زقنا الحجة العام القادم يا حي يا قيوم، ولا تحرمنا ذنوبنا. ثم افتح لك يعني ثغرات من عمل صالح، أي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل فهو محمود في هذه الأيام. جزاك الله خير. جزاك الله. نكمل بقى إن شاء الله الكلام عن الموضوع المهم اللي احنا ابتديناه، إزاي نقدر إن احنا نأسر ونكسب قلوب من حولنا، ومن ذلك الزوج كيف يكسب قلب زوجته، وكذلك الزوجة إزاي تقدر إنها تكسب حماتها وتقدر تكسب قلب زوجها قبلها. ويعني الأمر واسع،
لكن المفاتيح قليلة، ومن أحصاها وعمل بها يعني سينال خيرا عظيما. صحيح. طيب شيخنا، الاحترام، الاحترام من الأمور المهمة اللي بيغفل عنها الكثير من الناس في التعامل مع الآخرين. البعض عنده يعني طبيعة شديدة غليظ الطباع، وده بينعكس على سلوكه مع الآخرين عكس اللي المفروض يكون من الرفق واللين والاحترام. فماذا نستطيع أن نقول حول هذا المفهوم، وكيف يكون الاحترام، احترام الآخرين، بابا نفتح به ونكسب به قلوب الآخرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. استكمالا لما بدأناش محمد في اللقاءات الفائتة، ونحن نتحدث عن التأهيل المهاري. التأهيل المهاري إن يكون عندي مهارة، وإحنا قلنا معنى كلمة مهارة إن أنا يكون عندي حذق في عمل معين، يكون بارع في عمل معين. زي إحنا نقول إنسان ده إنسان ماهر في صنعته، ماهر في صنعته يعني محترف في صنعته. فأنا بقول للزوجة أنت محتاجة الاحترافية في التعامل مع زوجك، وبقول للزوج أنت محتاج احترافية في التعامل مع زوجتك، وكذلك التعامل مع أهل زوجتك، وكذلك المرأة في التعامل مع أهل زوجها. وذلك لما احنا بنقول مثلا مفاتيح القلوب، او نقول مهارات التواصل مع الاخرين، ماذا ما تسميها كما يطلق عليها دائما، فبنقول اللي يملك كثير من هذه المفاتيح يستطيع ان يصل الى قلوب الناس. لان قد الابتسامه تنفع مع واحد ما تنفعش مع واحد تاني، يكون هو غليظ وشديد وعنده نوع من الجفاء والقسوه. فالابتسامه ايه يعني؟ انت بتعمل كده ليه يعني؟ مالك مبسوط وفرحان بنفسك كده؟ يعتقد بان هذا شيء من السخريه او الاستهزاء به. البعض ينفع معاه من المفاتيح الهدية، والبعض الآخر ما يستكشف الهدية خالص. كل إنسان له طبع. فلذلك بنقول لما نكثر من هذه المهارات، أو نكثر من هذه المفاتيح، أو كيفية إزاي نتعامل مع الناس بشيء من المهارة، بفضل الله تعالى سنصل يوما ما إلى قلب الشخص اللي قدامي، وسأفتح قلبه بنوع من السهولة، وأقدر اللي أنا عاوز أوصله له أوصله له بأسلوب حسن. أنا عايز أقول يا شيخ محمد، احترام الذات دي من أعلى مقامات فتح مفاتيح القلوب. بس ما احترام الذات، عاوز اقول له حاجه، فرق ما بين الذات وما بين السلوك. انا لما اشوف ابني بيعمل حاجه في نظري امر مستقبح، هل انا كاره ابني ولا السلوك؟ السلوك. السلوك. طيب لما اكون انا بتعامل مع زوجتي وهي بترفع صوتها عليا، زي ما الازواج بيشتكوا، او يقول لي بترفع حواجبها وحاطه ايدها في الصاويه بتكلمني، طيب انت لما بتقول لا انا بكرهك، انا بقول السؤال ده، لما تقول لا انا بكرهك، هو انت بتكره ولا كاره سلوكها؟ يقول لا انا كاره سلوكها، يعني هو مش بيكرهها هي كشخص. ولذا بنقول ايه؟ الذات الانسانيه يا شيخ محمد كائن محترم. الذات الانسانيه ايه؟ كائن محترم. محترم. نعم. بمعنى؟ كائن محترم بمعنى انه كريم على الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيل. شوف ده كثير وليه الكلام رائع جدا في سطر ونص. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن تشريفه لبني ادم وتكريمه اياهم في خلقه لهم على احسن الهيئات واكملها. الله. يبقى اللي ربنا خلقه على احسن الهيئات واكملها ينبغي ان انا احترم ذاته بس ارفض سلوكه. ولذلك بنقول من مفاتيح الوصول الى قلوب الناس، قد تكون في عمل جماعي زي عمل مؤسسي زي القناه مثلا، واختلاف طباع واشخاص من اول رئيس القناه الى مديرها الى المالك الى مدير البرامج الى المدير الاعداد الى الاخوه اللي شغالين كله مع بعضه، هتلتقي في اختلاف في الافكار واختلاف في الافهام واختلاف في الطباع. نعم. بلا شك. طيب انا مختلف دلوقتي مع واحد من اخواني، هل يكون الاختلاف على ذاته ولا على سلوكي؟ على سلوكي. على سلوك. ان بيجي متاخر مثلا، ان عاوز ياخد مكانه ويزاحمني، ان بيوشب كلمتين والشيطان لعب بيه. فبنقوله في الحاله دي انت عليك ان انت تبغض السلوك اللي هو عليه، ولكن يجب عليك ان تحترم الذات. نعم. فلقد قال الله تعالى في كتابه الايه: ولقد كرمنا بني ادم. انا لو صدر مني لزوجتي ما يغضبها وما يزعجها، ساعتها زوجتي لابد ان تفرق ما بين الذات، انا شخص محترم كانسان، وما بين سلوكي. فما ينفعش الزوجه تقول لزوجها ما يعني بصراحه انت مش مؤدب. لا 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 لا، ده تطاول، صح كده؟ صح. لان الزوج يحتاج من امراته الى احتياجات اساسيه نفسيه، ومن الاحترام والتقدير والثقه والقبول، وان تحسس ان هو ملك الدنيا، مفيش حد زيه. طب لما تقول له انت غير مؤدب،
لا انت ممكن تقول له الكلام اللي انت بتقوله كلام غير مؤدب، في الوقت ده يمشي ونتجاوز عن هذا. اما تقول له كشخص انت غير مؤدب، يعني معنى الكلام ان امه بقالها ربيته 25 سنه فشلت في تربيته وانت اللي هتربيه، صح كده ولا ايش؟ معنى صح. بقت مشكله كبيره. فهي تقول له ايه، انت الكلام اللي انت بتقوله ده هذا كلام سيء، الكلام ده كلام يؤذي مشاعري، ولكن انت كزوج ما اقدرش اكرهك، انا بحبك كزوج. تفرق بين الكلام أحسنت. اللي بيقوله والشخص وشخص. تخيل لو ان امي مثلا بتعامل مع بنتها المراهقه وما عندهاش معلومات ثقافيه ان المراهق نصه طفل ونصه كبير، اوقات تبكي وتقول يا امي حقك عليا وتعيط وكده، واوقات تنتفش انا ست زيك انا انثى ليه تفرض رايك عليا وتتكلم بالطريقه دي. الام اللي ما عندهاش خلفيه للقصه دي تقع في مشكلات. فانا عايز اقول ايه في النقطه دي بقى؟ العند بقى، يبقى في عند لا. بينها وبين بنتها. لا انا عايز اقول نقطه، ان تيجي الام تقول لها انا بكرهك، وبعد شويه حبيبي ماما. البنت الترجمه عندها بتقول ايه؟ هذه الام غير متزنه نفسيا، ان لم تقل دي محتاجه مستشفى المجانين. ايوه تقول ده مجنونه، شويه بتقول انا بحبك شويه تقول لي انا بكرهك. لان هي بتتكلم عن مين؟ عن الذات، ما بتتكلمش على سلوك. فلك ولكن لما تقوم تقول لا السلوك ده سلوك سيء، بعكس ما تقول لها انا بكرهك او بكرهك او انت انسانه سيئه، انت انسانه سيئه، كلام غلط. ما ينفع. ربنا عز وجل كرر بني ادم وشرفه وخلقه على احسن الهيئات واكملها، يبقى اللي ربنا كرمه انا كرم. ولو كان مجنونا. تتخيل الموقف ده، وده من مشكات النبوه. اتفضل. عشان نقف على قصه ايه؟ التفريق ما بين الذات وما بين السلوك. ونقول ونؤسس قاعده احترام الذات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث في البخاري. مر وهو يطوف بالكعبه بانسان يقود انسانا بخزامه في انفه. عارف الخزامة يعني يا شيخ محمد؟ يعني الحلقة اللي بتوضع في أنف البعير. واحد بيطوف بالكعبة حاطط حلقة في اللي هي بتتحط في أنف البعير في أنف واحد إنسان وجره منها بيطوف بيه. ده احترام للذات؟ لا طبعًا عجيب. والحديث في البخاري. عجيب. 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 فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم أمره أن يقوده بيده. يقوده بايه؟ بيده. انت عاوز تمسك ابنك؟ ما تمسكوش زي الحرامي من قفاه. ما ينفعش. انت بتتخانق مع زوجتك ما يلفش شعرها على ايده وجرجره في قلب الشقه، ده شغل المجرمين والبلطجيه. اما المسلم لا يفعل هذا مع امراته. هذه كائن محترم، كائن مكرم. خلقها الله عز وجل على احسن الهيئات واكملها، فينبغي التعامل معها على انها انسانه. مش على انها كالحيوان. فالنبي يطوف بالكعبة وجد هذا الإنسان حاطط حلقة خزامة أو خزامة في أنف واحد من الناس اللي بيطوفوا حول الكعبة معاه من إخوانه وهو يجره، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. نعم. شوف إيه بقى، ليه تعليقات على الرواية دي. يتضح من هذا النص أن الإسلام شرع احترام الذات. احترام الذات لأي إنسان، سواء كان هذا الإنسان عاقلا أو كان مجنونا. أنا قاعد أقول لنفسي، هل الشخص ده الذي كان يقاد من هذه الحلقة، حلقة لغاية ما يحطها في أنفه دي ويقاد منها، هل هذا الإنسان بكامل قواه العقلية؟ يعني الظاهر إن أنه ليس كذلك. الظاهر أنه ليس كذلك. وده أمر مستبعد جدا، إن يقاد بهذه الطريقة المهينة ويتحمل مثل هذا. صح كده؟ صح. ده انت لو بتشد ابنك من ايده ويقول لك سيبني يا بابا، والولد قد كده اهو، لان بيقول لك انت بتجرني كده ليه؟ انا انسان، ما هو عايز يقول لك كده بس مش قادر يعبر. سبحان الله. فبيقول لك يا ابتي انا انسان، انا كائن لابد ان يحترم. الله عز وجل كرمني وقال في سوره التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. سبحان الله. على اكمل الهيئات واشرفها. يعني الانسان مفطور على الشعور ده ان هو كائن محترم. ده الصغير حتى الطفل يجب الصغير يجب ان يحترم. نعم. يجي المدرس يقول له اقعد يا ولد، يقول له انا مش ولد. الولد بيزعل. عايز يقول له انا كائن محترم. نعم. انت رافض سلوكي بس ما تقولش ليه يا ولد، امال انت ايه يا ابني؟ انا راجل، ويبقى لسه في ثانيه ابتدائي
بس حاسس بعزه اهل الاسلام. نعم. وانا بقول للاباء ينبغي ان اولادكم يربوا على كده، واحنا داخلين على المدارس ومعاركها وكثير من المدرسين اسال الله تعالى ان يرضى عنهم مفتقدين مساله تربويه في التعامل مع الاولاد. فالولد عنده فرط حركه، لو انت مش مؤدب انت مش واخد بالك ولا مركز ان اللي عنده فرط حركه ده ربنا خلقه كده، جبلته كده وطبيعته كده. نعم. فما تقعدوش في اخر الفصل لان هيجنن لك الفصل. طب اعمل ايه؟ قعده وشه للسبوره. واشغله، قوم يا ابني امسح، هات يا ابني كذا، طب هات ميه، طب ودك ايه، في منتهى الرقه، وامشي معاك زي السكينه في الحلاوه كما يقولوا. لكن قليلا من يفقه او يفهم المعنى ده. مشكله مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب اذا في هذا السلوك الشيخ محمد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم اعلان للبشريه كلها بان الذات الانسانيه لابد ان تحترم. الله. حتى وان كانت اوضاع الطرف الاخر المقابل ده غير مناسبه او كان مجنونا. حتى ولو كان انسان مجنون، يعني ده لو المجنون يبقى بشكل اولى العاقل. اه والله احسنت، جزاك الله خير، دي اللي عايز اوصلها بقى. اذا كان هنفترض بان هذا الرجل الذي كان يجر هذا يعني اصابه شيء من الجنون او لم تكن مع القوى القوى العقليه الكامله. الناس صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نعمل ده معاه، تم بالك بالانسان العاقل الراشد الفاهم الواعي. طيب تامل، عشان الناس صلى الله عليه وسلم منكر لهذا، عايز يقول لنا لابد من احترام الذات. تامل كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن احترام الذات ورفضه التام لاهانه كرامه هذا الانسان ان هو اللي يباشر القطع بيده. بقالش الواحد من الصحابه ايه؟ شيل الحلقه دي. هو اللي يروح يعمل. ولا قال للي بيقوده شيل الحلقه من انفه. انما طلب منه هو. ده النبي اللي عملها. اه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر القطع بيده. نعم. عشان يقول الناس هذه كرامه انسانيه. هذه ذات لابد ان تحترم ولابد ان توقر، فلا ينبغي لك ان تفعل مثل هذا. نعم. ودي رساله لكل زوج بيلعب كيك بوكس مع زوجته، هذه كائن يحترم. نعم. تخيل لما اختي كانت في الدوره الاسبوع قبل الماضي وتقول لي يا شيخ انا زوجي والله، وزوجها قاعد، وتقول لي والله الذي رفع السماء لما زوجي بيتخانق معايا كانه بيتخانق مع واحد بلطجي في الشارع بيديني بالبوكس في وشي. لا حول ولا قوه الا بالله. حقيقي كده. هو قاعد وساكت ما بيقولش اي حاجه. انا عملت له كده بس زغرت له يعني، وفعلا كنت غضبت غضب شديد جدا. لا يعني ما دافعش عن نفسه ولا قال لا ولا هو مقر ان بيتعامل معاه بالاسلوب ده. انا قلت له، قعدت اتكلم معاه شويه، اسلوب البيئه اللي انت تربيت فيها ايه؟ قال لي جزاك الله خير بس خلاص. عايز يقول لي ان انا نشات في بيئه هي كده. أيوة. امي كانت مستعبده عند ابي وكان بيضربها بالجزمه ويقول لي بيضربها بالحزام ويضربها كانها مثلا يعني شيء من الحيوانات. وانا بقول للازواج خلي بالكم في مظالم في الاخره، ما انت مصيبتك مصيبه. صح. اضرب هنا وسب والعن واشتم وخبط واعمل اللي انت عاوزه واظلم كما تريد واعرف نسوان على النت بعدد قفا شعرك كما يقولون. ولكن لما تاتي في الاخره وهي لك عند لها مظلمه انت هتعمل ايه؟ تحلل من مظلمتك. نعم. عشان هتبقى مصيبه كبيره والله. فانه ليس ثم دينار ولا درهم. فش هناك يا بنتي خدي مليون ريال سعودي روحي اعملي عمره واعملي حجتين وعيشي في المملكه هناك، والله ما هو نافع. ده هي هتقول لك هات حسناتك. طب فنيت حسناتك، طب خد بقى انت بسيئاتي يا حبيب قلبي ثم اطرح بها في النار. سبحان يطرح بها في النار. اسال الله عز وجل يعيذنا من ذلك. فبيقول يعني اي زوج يظلم زوجته بالعكس. والعكس كمان. ممكن. لكن الاغلب ان الزوج هو اللي بيده القوه. نعم. في صحيح. اغلب الاحيان. صحيح. هناك حساب يوم القيامه وفي مظالم سترد، والمظالم دي يعني العلاقه الزوجيه والزوج والزوجه مش هيخرجوا براها، يعني الزوج اللي يظلم زوجته في على القنطره المظالم سترد. والله. وستاخذ يعني حقها منه يوم القيامه. نعم. يا رب سله لما ظلمني. اجب بقى، اجب يا عم. يعني بتضرب بالبوكس وتضرب بالبنيه جاوب دلوقتي وتضرب بالحساب. انت بينك وبين نفسك. هو بس مش واخد باله ان مساله الموت تاتي بغته في لحظه. سبحان الله. انا بتكلم مع فلان وفلان ده قفل التليفون ثلاث دقائق اتصل عليا فلان مات. فلان مين يا عم؟ فلان عم ناصر. عم ناصر مين يا سيدي؟ لسه ناصر مكلمني من شويه. لا فلان مات، عمه مات والله لسه دلوقتي. لا اله الا الله. سبحان. في ثواني كده، في ثواني كده. فانت اللي عامل فيها جبار عنيد، انت اللي بتضرب وتخبط وترزع. صدقني والله ان في اخره والحساب هناك دي الحسنات والسيئات. فيش فلوس ولا دراهم ولا دينارات ولا نفعك الكلام ده خالص. وبعدين ده انت مع اول ليله في القبر خلاص بقى. فمن يعمل مثقال ذره
خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نعم. والله ما هنفعك حاجة، ولا سرك الطويل اللي انت بتؤذي بيه زوجتك، ولا ايدك اللي بتضرب بيها وتسيب لها الدين وتحلف عليها بالطلاق والعمل اللي انت بتعملها دي. ومش معنى ان هي زوجتك ان يحل ليك كل حاجة، حتى الضرب والاذى أبداً. والظلم. وانا بقول للزوجات: انت تتحملي الاهانة دي ازاي؟ انا بتجنن من الاخوات لما تيجي تقول لي زوجي بيضربني بالقلم وبيضربني بالجزمة. نعم. انت يا بنت كائن يحترم، ليه تسمحي اصلا تقول من باب الحفاظ على بيتي؟ ما هو هيضربك بالجزمتين بعد كده. نعم. لابد من وقفه. انا مش هقول لك العابي كيك بوكس معاه، بس لابد من وقفه في ولي. لما الامور تتطور الى هذا الوضع لابد ان يخبر الولي. طب الولي غير عاقل، اشوف حد عاقل في الاسره، العم الخال الجد الجد، المهم حد من الناس العقلاء. نعم. يقول له: يا ابني احترم نفسك وخليه انسان مهذب ومؤدب. نعم. وانا بقول للاباء والامهات نصيحه غاليه من قلبي: اذهبوا زوروا بناتكم في بيت الزوجيه. نعم. اقول لهم ايه؟ اذهبوا زوروا بناتكم في بيت الزوجيه، في بيتها، في بيتها. لان الزوجه لما بلتها خاليه ما حدش بيروح لها. ولا ابوها بيرفع السماعه يقول لها: ما حدش كلمك النهارده؟ بتريق، بتمسخر عليها يعني في لغه العامه. نعم. حدش كلمك النهارده ولا حد قال لك كل سنه وانت طيبه؟ هو بيقول لها ايه يعني؟ يا اللي مقطوعه من شجره. وانا لو موتتك مش هتروحي بيت اهلك، انا عارف من الاخر للمصايب اللي بينك وبين اهلك. نعم. ودي نصيحة تانية أقولها للبنات: اوعي يا بنتي تحكي لخطيبك عن أي مشاكل في أسرتك. ليه بقى؟ مسكها من دي. لو شخصية غير سوية يجي بعد الزواج يرنها العلقة تنام فيها 3 أيام. أنا بكلمك صدقا في واقع أنا عايشه. فتقول له: أشتكي لبابا. يقول لها: بابا؟ يا سلام على بابا. إذا كان بابا بياخد بالجزمة من ماما، بابا مين يا ماما أنت والبابا أنت؟ أنا عارف أنت آخر ما أنتش طالعة من البيت. وفعلا ما تطلعش من البيت. لأن عارفة إن عند أبوها جهنم. جهنم الدنيا يعني. فتقول لك لا، ودي مصيبة تانية بقى عند البنات أخطاء، تقول لك أنا فر من جهنم أبويا لزوجي. طب يا بنتي ما جوزك ده رقاص وهجاص وحشاش وبتاع مخدرات ومش نافعك. ده مش نافعك يا زوجي. تقول أنا موافقة وخلاص. طب وافقت وخلاص، طب كويس الحمد لله. وهو عارف ان اهلك كده هيطلعوا عليك اضعاف اضعاف اللي بيعمله اهلك. اقسم بالله العظيم الواقع يثبت هذا. نعم. وزيك بقول للبنت: لا تتعجلي في مساله ان انت تقبلي كزوج الا لما تدرسي الشخصيه الاول. واحنا قلنا بثلاث امور: الاستخاره والاستشاره وجمع المعلومات ثم اللقاء المباشر. نرجع لنا شيخ محمد بقى. اتفضل. هي كلها معلومات. جميله معلومات. الله يكرمك. تامل النبي صلى الله عليه وسلم باشا محمد عبر عن احترام الذات ورفضه لهذا السلوك ان هو عمل ايه؟ هو الذي قاطع، هو الذي باشر قطع الحلقة اللي موجودة في أنف هذا الرجل بيده الشريفة. نعم. عشان يعلن للبشرية جمعاء: يا جماعة ما ينفعش حد يتعامل مع الناس بهذه الطريقة. نعم. طيب أنا عايز أقول بقى بالنسبة للزوجين نصيحة كده: احترموا بعض. نعم. يعني بلغة العامة تقول له ما تبقاش مهزأ. هي بتقول له كده. والله تقول له ما تبقاش مهزأ. قالت له قدامي: ما تبقاش مهزأ. عشان بقول للست دي: ست مين يا ابني؟ انت بتتكلم عن زوجتك. هو لو بيتكلم كلمه ست على سبيل التوقير وعلى سبيل الاحترام يبقى كويس، بس بقول للست اللي قاعده دي وبعدين حركات ايديه وايماءات عينه في استهزاء تشير على انه انسان بيسخر يعني. فقامت عيط له الوش الخشب ده، وسبحان الله لما اديت له الكلمتين دول اتلم وتعدل على الكرسي. قلت: لا حول ولا قوه الا بالله، ده انت اضرب حاله مني بالوضع ده كده. فانا عايز اقول للزوج والزوجه: احترموا بعض. وبقول للزوج: اوعى لما يحصل خناقه بينك وبين زوجتك وانت طالع من البيت وهترزع باب الشقه تكسره وتدفع 500 جنيه في نفس الليله، يوم قايل لها ايه؟ انا هغور في داهيه من وشك لاني بكرهك وبكره اليوم اللي اتجوزتك فيه. يا حلاوتك، يا حلاوتك. الكلمه دي بتهدم كل حاجه. والله. ويعني صعب قوي يصلحها بعد كده. شنطتها وراحت عند امها. حلو، يلا خليها تخرب. قعدت شهر واثنين وثلاثة تقول: والله على الطلاق ماني جايبها. طلاق يا ابني؟ كمان طلاق؟ امسك يا ابني لسانك. يقول لك: على الطلاق. والله العظيم قالها لي، قال لي: على الطلاق بالثلاثة ماني جايبها. قلت له: يعني انت تبقى انت اللي مخطئ ولسانك زفر وانت اللي طويل اللسان وعملت اللي ما اتعملش وكمان عاوزها تيجي؟ قال لي: اه تيجي، ما انا اخواتي بيجوا. عمل ايه بقى؟ اسهى على اخواته. ايوه. قلت له: يا ابني زوجتك مش هي اختك ولا هي امك. وده من الكلام ده نقوله للناس يا جماعه،
الزوج ده ما فيش زيه في الدنيا، محمد حمزة ما فيش حد يعني زي ابو زوجته. لا بلاش محمد حمزة. محمد حمزة معلش، زي طبعا عبد الرحمن منصور، عبد الرحمن عبد الرحمن منصور زي المهندس محمد حمايه الكريم ربنا يحفظه، ولا عبد الرحمن اخو زوجتي ولا ولاده ولا ولاد ولاد، له شخصيه تختلف عن الاخرين. طيب. وكذلك حمزه يختلف عن الاخر. انت مش مختلف ولا ايه؟ مختلف. طب الحمد لله. ولا انت بتحاسب عشان ما تتحاسبش على قد الله ماشي مش هلم الدور اهو، واخد بالك سيدنا؟ فبقول للبنت يا بنتي اعرفي ان زوجك له سمات وصفات تختلف عن الاخرين، وبقول للزوج زوجتك مش هي اختك ولا زوجتك هي امك، انما لها صفات وسمات تختلف عن الاخرين. فانا بقول لهم بقول له ايه؟ وتخرج من البيت اوعى تقول لها ايه؟ انا بكرهك وكرهت اليوم اللي اتجوزتك فيه. انما انا بكره التصرف اللي انت عملتيه وبكره الـ يعني ما يشابه. مش اليوم ما يكرهش، ما يكرهش الشخص. رفض السلوك واحترام الذات. تيجي تقول له ايه بقى؟ بعد ما يتصالحوا. قال لا، اما انت كارهني كده. امال عيش بقالك 10 سنين معايا ليه؟ منافق يعني؟ بتخدعني يعني؟ ما هو مش عارف يعبر، ما هو مش متعود يقول كلام، مش عنده الثقافه دي ان يحترم الذات ويرفض السلوك، مش عارف يعمل ده. فاما لطش بقى لك الكلمتين دول، فطبعا بلا شك هذا مؤثر في قلب المراه جدا. وكثيرا والله اسمع هذا من الاخوات، تقول لي يا شيخ ده بيكرهني، يقول لي والله ما بكره، ولما اكثر عليه يقول لي مش مصدقه بربنا، طب وعلى الطلاق انا ما بكره. طب يا عم يعني بلاش الفن بالطلاق، يقول لك انا مش بكرهها بس بكره صوتها العالي، بكره ازعاجها ليا، بكره انها بتجادلني، بكره انها ما تسمعش الكلام من اول مره، لازم تقعد تقولي طب وليه وعشان ايه وايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه. يبقى هو كاره ايش محمد؟ سلوك. سلوكها. وانا بقول للاخت يا بنتي لما جوزك يقول لك هذه الكلمه، طالما عايشين تحت سقف واحد وهو رغبك كزوجه، يبقى هو مش كارهك انما كاره السلوك اللي انت بتعمل اللي انت بتعمليه. وبقول للزوجه كذلك، ينبغي لك وانت بتتكلمي مع زوجك اوعي تقولي له ده انت كرهتيني في العيشه، ده كان يوم اسود يوم ما اتجوز. يا بنت مش هينسى، وربما التفت لغيرك، انا مش معندي يلتفت لغيرك، بس الكلام القبيح مثل هذا الكلام يؤدي الى مفاسد عظيمه جدا. انما يعني الافضل هو يعني زي ما احنا قلنا رفض السلوك وبيان السلوك الخاطئ اللي بيكرهه الزوج او السلوك الخاطئ اللي بتكرهه الزوجه، عشان الطرف الثاني يحاول ان هو يصلح نفسه ويحاول ان هو يعني يحسن من سلوكه. وانا عايز اقول يا شيخ محمد نقطه مهمه، عندنا فارق ما بين امرين، ان يبدا يتكلم عن السلوكيات المرفوضه على سبيل التنقص. يعني بيسخر منها، يعني انت اصلا ما عفوا في التعبير اللي اقوله، انت اصلا معفنه، لا انت بتنظفي بيت ولا عندك مهارات طبخ وشعرك ما اتسرحش بقاله 6 سنين ومش عارف وعملت ايه، ده اسمه انتقاص ايه؟ الذات. اما اذا كان يقصد بالكلام التحسين والتطوير، دي نقطه ثانيه. طبعا ان هيبقى في سياق مختلف وصياغه مختلفه ولازم مقدمة. حبيبة قلبي والله أنا ما عندي في الدنيا أغلى منك، ولا أمك ولا أمك ولا أمي، أمي دي يا بنتي حبي فطري، أنت حبي تاني، ده أنت الهارت وأنت القلب. صح يا عم رامي، وأنت كل حاجة حلوة. وبعدين بس الشيخ رامي طيب، أنت شرير يا شيخ محمد، خلي بالك. الله المستعان. الله المستعان. فأنا عايز أقول انت ما بشوفش اطيب منك يا شيخ محمد والله. جزاك الله ربنا يجزاك خير. انا مش شرير، اسال الله ان يتوب عليا وان يغفر لي. فبنقول اذا كان الامر على سبيل ذكر النقائص فهذا امر مستقبح، اما اذا كان على سبيل التحسين والتطوير فلا باس بهذا، بس لا يكثر من هذا، ويختار التوقيت المناسب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخورنا بالموعظه في الايام كراهه السآمه علينا. يعني كان بيختار التوقيت يتكلم فيه، ما تبقاش في المطبخ ولا عايز اقول لك كلمتين، طب ما تقول كلمتين واخلص حبيبتي انا بحبك وخلاص ويطلع. اما اذا كان موضوع طويل ومحتاج الى تفصيل، سيبها بقى لما تاخد شاور وتلبس هدوم جديده وقاعده بقى عامله لك كوبايه قهوه ولا حاجه واقعدوا اتكلم. والله المستعان. اتفضل يا شيخ محمد. طب ناخد اتصال. أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا متجوزه بقالي 2 سنين، جوزي كل ما اتكلم معاه مش بعرف اعمل معاه حوار خالص، ما بيحبش ان انا اتكلم معاه، عايز الكلمه اللي تقولها هي اللي تمشي، ما ينفعش اقول ليه او ايه اللي حصل. طب ازاي؟ يقول لك لا انت كده بتردي على المعنى ان انا بقول لي، او ازاي كده يبقى انا برد عليه؟ لو انا كلمته يبقى انا برد عليه، وكل ما يمسكني يضربني، لسه لما مسكني ضربني مكسر عظمي وقفل عليا الباب حبسني ومشى، ورجعت تاني في تاني يوم رجعت. اما انا تعبت وهو دلوقتي طالب حقه الشرعي وانا مش قادره اديهوله، فده حرام؟
هل ان انا لما انا مش قادره كده ده حرام؟ ومنع حد يخش لي البيت، منع اهلي، منع اخواتي، حتى التليفون بيتكلم عليه وبيزعق لما انا بكلم امي في التليفون. لما اقول له مثلا حد من خالتي عيان او حد من قرايبي عيان، لا ما تروحيش، انا مش ملزم الا بامك بس، انتي بتروحي لها مره في الاسبوع كفايه عليكي، عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ اما انا تعبت، تعبت جامد لدرجه ان هي ماما بدات كمان ان هي تقاطعني بسبب كده. تمام. اما انا نفسيتي تعباني. وفي حاجه عندي تانية انا عايزه اعالجها ومش عارفه اعمل ايه. انا عيبي ان انا صرصاره شويه، كل حاجه مثلا بتكلم عليها نعم ممكن الكلام دوت يسبب لي مشكله من غير ما اخد بالي، نعم فانا مش عارفه العاده دي ابطلها ازاي. مع الأصدقاء يعني؟ يا ريت تقولي يا شيخ بالله عليك اعمل ايه، عشان انا والله العظيم تعبانه بتتكلمي وخايفه. كتير مع مين؟ ايه؟ بتتكلمي كتير مع مين؟ مع ماما، ومع ماما، ما انا ماليش على ماما. نعم. نقل يا أسرار البيت يعني؟ يعني بتنقلي واحيانا اقول أسرار لها مثلا البيت، ايه؟ بتنقلي أسراره، بتنقلي أسرار بيتكم. مش الاسرار، اقول لها مثلا المشكله اللي بتحصل من كتر مثلا ما انا متضايقه، انا من كتر ما انا مخنوقه الاقي نفسي بقول الكلام يضايقها هي، نعم فترجع هي تزعل وتزعل مني انا اكتر وتاخد مني ذنب وتقاطعني. تمام. طيب والدك، فانا انا تعبانه، تعبانه وخايفه والدك اعمل في موقفه نفسي ايه من حاجه ده؟ من كتر ايه. الوالد موقفه ايه من ده؟ والدي متضايق، والدي متضايق واخد هو كمان مني ذنب. واخدين جنبي ليه؟ واخدين طيب منك جنب ليه؟ عشان حضرتك مش واخده قرار مع زوجك، ولا الامر ايه؟ ايوه عشان انا مش واخده قرار معايا. طيب ما هو لازم يتضايقوا طبعا ويدولك علقه سخنه، ما طبيعي كده. طيب اجب عليك يا بنتي. ما انا عندي بنت، ما انا عندي بنت. هو حد قال لك اتطلقي يا بنتي؟ حد قال لك اتطلقي؟ احنا بنقول لك لابد يكون في حلول. طيب على كل حال ماشي ماشي حاضر. طيب يا شيخنا اتفضل شيخ. نجيبها وبعدين نكمل ان شاء الله. طيب اتفضل. طيب هي متزوجه من سنتين، مفيش حوار بينها وبين زوجها. لازم الكلمه اللي يقولها تمشي. لو كلمته ما بيردش عليها، بيضربها وممكن يقفل الباب عليها ويمشي. هو بيطلب منها حقه وهي بترفض ان هي تتجاوب معاه. منع اهلها ومنعها من زياره اقاربها، مفيش حد تكلمه غير والدتها، والوالد متضايق ويعني واخد جنبه. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه. بيت مره اولى شيخ محمد في موضوع الاستشارات لا نسمع من طرف واحد، نعم، ولكن انا هعتبر ان الاستشاره كما قالت، ولكن انا شايف ان فيها جوانب نقص. فمن جوانب النقص دايما نسال نقول هل المستوى الثقافي متقارب ولا غير متقارب؟ هل المستوى العمري، الفرق العمري بعيد ولا قريب؟ المستوى الاجتماعي اللي اتربوا فيه برضه بعيد ولا قريب؟ كل ده اشياء بتفيدنا في الاستشاره. نعم. ولكن انا بقول اول حاجه بتقول لي ان زوجي ما بيتكلمش معايا. يا بنتي دايما نقول على المراه ان تشارك الزوج همومه وتشارك الزوج اهتماماته. نعم. اهتمامات الزوج ايه؟ ان انا راجل بتاع علم وبتاع كتب، يبقى زوجتي عشان تشاركني تشاركني في مكتبة، تتنفض المكتبه وتمسح المكتب وتبرفنهولي وتظبط لي الكرسي وتحط لي كوبايه القهوه عشان اعرف اشوف مصالحي واشتغل كده. ارضى عنها ولا لا؟ ارضى وابقى مبسوط وسعيد وزي الفل ان شاء الله. اقعد 3 ايام ما اكلش. اهتمامات الشيخ محمد حمزه ايه؟ ان هو بيحب العربيات مثلا، وراجل صاحب اجنس عربيه اللي عاوز عربيات يا جماعه، الراجل ما شاء الله عليه يعني. ربنا يبارك بس علينا وعليك شيخ محمد. الله المستعان. فراجل اهتماماته بده يبقى زوجته عارفه ان هو بيحب ده تشاركه في ده. نعم. وانا ذكرت مثال على الاخت اللي كان زوجها بيشتغل في الحمام، مش فاكر القصه دي؟ لما انا قلت لها ايه؟ اعملي سيرش عن الحمام على النت واعرفي الحمام بياكل ايه وبيشرب ايه وبيعمل ايه. فقالت لي لما انا بدات اشاركه فيما يحب بدا هو يتغير الى الافضل، لان مش ملحق اتكلم معاه من كتر الرغي اللي عدى الغيبه طول النهار، ما عدتش قادر ان يعني اقاومه فيها. فانا عايز اقول في النقطه دي ايه؟ ان الاخت الكريمه بقول لها يا ابنتي ينبغي لك ان مساله فقدان الحوار لابد انت تشاركي زوجك فيما يحب. بيحب يتكلم في ايه؟ في الكوره، اتكلمي في الكوره. ماشي شويه لما يبدا ان هو ينشغل معاك وفي الوسط كده ذكريه بالله تعالى. يبقى احنا بنقول اول حاجه نعملها للزوجه مشاركه الزوج الاهتمامات. انا ملاحظ من نبرات صوت الاخت الكريمه انها عصبيه ورد فعلها غضوب. اذا كان الامر كذلك فبقول لك يا بنتي اوعي تعتقد ان قوه المراه ان تقف قدام الرجل.
للأسف البعض هكذا لا تكسر. تصورهم. سيبك من الافلام والمسلسلات والكليبات والمسرحيات والبرامج التوك شو والكلام الفاسد ده، لان ده اللي بيخرب عقول البنات. هتقول له انا ليا كرامه، كرامه ماشي على دماغي وحقك، واحترمك ووقرك وجلك وانصت اليك واصغي اليك واحس بمشاعرك، بس راجل قدام راجل هكسرك نصين. اه هو كده المراه تكسر، يعني بلاش نقولها كده. يا شيخ محمد بلاش نقولها هكسرك نصين. لا انا مقصود هو عايز يقول لها كده، استغفر الله. انا اقول كده، انا عايز اقول ان الزوج هيقول لها كده، هيقول لها ما تبقيش قدام راجل لان هكسرك. هو اللي هيقول، هو كزوج وده الترجمه اللي عنده. اما تقف له عامله له كده، ايه يا حاجه انت مفكره نفسك ايه يعني؟ ده يقول لها ده لو هبت الكلام اكبر عليك اربعا وخلاص خلصت حياتك. فبقول لك يا بنتي قوتك في ضعفك. لكن احنا رافضين السلوك ده طبعا. يا ايش محمد شفتني جبار علينا يا شيخ محمد؟ سلوكك يا بنتي مع زوجك منتهى الضعف، منتهى الانوثه، منتهى الحياء، منتهى العفه، منتهى الطاعه العمياء لزوجك. ايوه فيما يرضي له، طاعه عمياء فيما يرضي له. ما انت عاوز ايه يعني؟ واحد بيقول لك مثلا سيب اللي في ايدك على البوتاجاز وقوم صلي. طب شويه شويه، هو شويه شويه هو بيثور، وانت مفكره ان انت يعني خلاص اما تخلصوا معاك الاول. لا 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 اسمعي الكلام، قول له طب تابع انت البوتاجاز. ايه المشكله بيحصل يعني لما تابع انا البوتاجاز؟ هيحصل حاجه؟ او حتى لو خسرنا هقفل البوتاجاز ولما تصلي ترجع تاني تبقى تكمل الاكل والقصه منتهيه. نعم. بس ترى ما بقاش عندي العفاريت حاضره بقى، ما حرصتش الاكل ليه؟ والراجل بقالي ساعتين، ما انت قلت لها قوم صلي الاول، خليك كويس، ما نقعدش نصلح حاجه ونخرب حاجه ثانيه. طيب فانا بقول للاخت اذا كنت طبعك عصبي او غضوب او تربيت في بيئه كمثل هذه، ينبغي ان انت تهدئي خالص في التعامل مع الزوج، وبلاش نرفع حواجبنا، لان ممكن يبقى الغضب مش على سبيل التشويح بالايد ولا الصوت العالي، ممكن بس تعمل له كده حركه بعينها كده، او حركه بحواجبها، او تلو بوزها، او تلو بقها كما يقولون، كل او تنفض نفسها وهي ماشيه. كل ده تعبيرات عن ايه؟ عن الغضب والاثاره اللي هي فيها. فانا بقول لك شفت في حال ثوره وفي حال غضب اسكتي خالص، قوم اعملي حاضر، طب سوي حاضر، بالذات لما يكون منفعل. طب هو هادئ اتناقش معاه، طب هو عصبي وغضوب نفذ اللي هو عاوزه ولو على غير مرادك. نعم، نفرق بين الصورتين. الاولى هو هادئ حبيبي انا تبدا مش يبقى في حاجه افضل؟ طيب وهو غضوب وثاير اعملي ده حاضر، والامور تبقى بنوع من الهدوء كده. الاخت بتقول لا مانع اهلي، هو له حق يمنع اهلك، لان قد يكون معتقد ان اللي قالب كيانك ابوك وامك، واللي خارب بيتك كما يقولون قد يكون ده اعتقاده كزوج ابوها وامها، فقال لا على الطلاق الثلاثه بدخلوا البيت عندي. بس ودي اسهل حاجه على لسان الناس اللي حالفه يعني بالطلاق. الاصل ان ده مش حق للزوج مطلق، يعني مش من حقوق الزوج المطلقه، عشان البعض بعض الاخوه متصور كده ان ولا هو ليه الحق. تدخل بيته الا من يحب. بس طيب الاب والام ابوها وامها ليهم يعني ايه منزله خاصه بلا شك، صح؟ الاصل ان ما فيش منع، دول اللي ربوها، دول اللي احسنوا ليها، دول اللي يعني هي نشات في بيتهم، الاصل ان احنا ما نمنعهمش، احنا ما بنقولش كده. صحيح. لكن يعني اخر العلاج الكاي، اخر الدواء هو ده اللي شيخنا قصده. ما ده اللي انا بقول بقى، ان هو الاصل كما قلت الزيارات والتبادل والشعور المحمود. نعم. ده ولكن قد يكون اعتقاد الزوج، وانا دي بكررها تاني اهو، قد يكون اعتقاد الزوج ان اهلها بيقووها عليه. نعم. ولذلك قال لها ايه؟ اهلك ما يجوش البيت عندهم، ممكن حلف عليها ايمان بالطلاق ولا غيره. نعم. طيب في هذه الحاله اعمل ايه؟ هتجيبي اهلك رغما عنه يخشوا البيت؟ ما ينبغي. اعمل ايه؟ وصلتي اهل الشفاعات. اهل الخير بقى. يا جماعه انا في مشكله بيني وبين زوجي، وقدمي الكلام حسن، زوجي انا بحبه وفيه من الصفات الحسنه 1 2 3 4 5، الا ان في كذا 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 انا زعلانه منه، واتمنى ان احنا نصلح له الافضل عشان نعيش تحت سقف واحد ونعيش حياه كريمه. انا بمنعه الحق الشرعي. انا عايز اقول في قرات بعض الابحاث المهمه جدا، المراه المصابه بحالات الاكتئاب او الاضطراب النفسي او حالات الوسواس المرض الشائع تبقى كارهه لامر الفراش. كانها لامر الفراش. نعم. زوجها محتاجه كزوجه في الفراش وهي تمتنع، لا تمتنع لعدم الرغبه، قصه مش كده، انما هي اصيبت بامر نفسي فالامر عندها صار في مشكله كبيره جدا. نعم. اخي يقول لي مثلا انا زوجتي مصابه بالوسواس المرض الشائع، هي تصورها على ان مساله اللقاء بينها وبين زوجها نجاسه، وان انا هقعد اغتسل منها ساعتين في الحمام، يبقى صار بالنسبه لها طمة كبرى. نعم. ده
طب دي نعمل فيها ايه؟ تذهب الى طبيبه تعالج عندها. هل في ربط بين الامور الجنسيه وبين الاكتئاب؟ اه، المراه لو اصيبت بحاله من الاكتئاب او الاضطراب النفسي ما تبقاش قابله مساله الجماع. فعشان كده انا بقول للاخت يا بنتي اذا كنت وصلت لهذه الحاله، وانا في تشخيصي على ما قالت بعض الكلمات اللي قالتها ان دي مشكله تتعلق بالاكتئاب. طب انا اعمل ايه؟ اذهبي الى طبيبه. وليس معنى الانسان المصاب بالاكتئاب ان ده انسان مجنون. كما يقول الناس الاكتئاب والهلوسة السمعية البصرية وأمراض الوسواس القهري والكلام اللي زي ده زي مرض السكر والضغط والكبد وغيره، لأن الناس عندها اعتقادات من الأفلام القديمة التي كانت تشاهد ولم نرى هذا بفضل الله تعالى، إن مسألة الإنسان المصاب بمرض نفسي يخش سراي المجانين كما يقولون. ده الأمراض النفسية صارت زي أي مرض من الأمراض، وأي إنسان فينا عرضة لأنه يصاب بمثلها. فبقول للأخت اخر حاجه اقولها لها من نصيحه، يا اختي الكريمه اجلسي مع زوجك، ما بديش لك فرصه للحوار، دخلي حد. وطالما انت اشتكيتي هذه الشكوى المره اللي انا سامعها دي، يبقى ينبغي ان وليك ان يعلم. طب افترض ان الاب عصبي والاب غضوب والاب انفعالي، في الوقت ده انا ما ادخلوش، ادور على اعمامي، ادور على اخواني، ادور على اخويا الاكبر، ادور على زوج صاحبتي، تبلغ صاحبتك بالمشكله اللي عندك وتقول لزوجها ويبدا يتواصل معاه. المهم لابد ان نرى حلا. وانا شايف ان هي عايزه تحافظ على البيت، واباها وامها بيقولوا لها لازم ناخد موقف. انا معاهم ان ياخدوا موقف، بس مش معاهم ان يطلبوا الطلاق. عشان بس نفرق ما بين الصورتين. هي بتقول لا انا يعني عاوزه بيت. طب كويس، انت عاوزه بيتك وده هذا يحمد لك، ولكن اخبار ابوك وامك ايه؟ ما هم خايفين على مصلحتك برضه. فندخل حد في القضيه وأوليك ظاهر في الصورة عشان نقدر نعالج الموضوع بنوع من الحكمة. وأنا عايز أوصي كل إنسانة ضاق صدرها من تصرفات زوجها أو من تصرفات حماتها، أو بقول لكل أخ ضاق صدره من زوجته أو ضاق صدرك من حماتك أو من أخوات أو أي حد من البشر وتكدرت نفسك وتعرضت للهموم والأنكاد والأحزان، تعال نفزع كده إلى ما بيّنه الله عز وجل لنبيه في القرآن في ثلاث آيات في القرآن الكريم، آية في سورة الحجر وآية في طه وآية سورة القاف. طيب الأولى. الأولى. أو نجيب الأول نقول شوف ربنا عليه في الحجر، قال الله تعالى لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقوله. يعني ربنا عز وجل بيقول له أيها الرسول الكريم بسبب أقوال المشركين القبيحة افزع إلى التسبيح. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل إيه؟ فسبح بما يقولون، يعني بعد الكلام المؤذي سبح، لأن التسبيح يهدي القلب. تمام كده؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول، اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك. اثنين، وكن من الساجدين. ثلاثه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. تعالى اتى نفس سوره طه، قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. برضه بعد الكلام المؤذي وسبح بحمد ربك. الايه الثالثه في سوره قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني ثلاث آيات في القرآن تلاحظ أن الأمر بالتسبيح يأتي بعد كلمة يقولون مباشرة. وده بيدل على إيه؟ يدل أن أنت فور ما تسمع الكلام المؤذي افزع إلى التسبيح، لأن هذا بفضل الله تعالى مما يجلب للصدر شيء من الطمأنينة والسكينة. ودي تضاف إلى ما قلنا للأخت الكريمة، وكل واحدة في نفس موقعها وموضوعها، أنت يا بنتي لابد أن حد من أهلك اللي هو الولي ربنا يبارك فيك يتدخل في مثل هذه الأمور. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعها بهذه النصيحة. آمين. شيخنا خلينا نختم بمفتاح من مفاتيح القلوب. نعم. جميل وبسيط، ويعني إن شاء الله يكون مناسب جدا أن احنا نختم بها. على الابتسامة. الابتسامة من مفاتيح القلوب الجميلة اللي بيغفل عنها الكثير من الناس، فنقدر نقول عنها ايه؟ انا عايز اقول يا شيخ محمد ابتسم لتكون اجمل. كويس كده؟ جميل. ابتسم لتكون اجمل. وانا بقول لكل زوج انا عاوزك لما تغضب وتثور بص شكلك في المرايه. والله العظيم ستستقبح منظرك. انا اقسم بالله كده. انا بعض اخواني بيقول لي ابويا لما غضب بقول له يا بابا شكلك بيبقى وحش، يا بابا انا بحبك انا بشوف شكلك كويس. انا شفته مره بيتخانق مع امي قمت لقط صوره بالتليفون. قال لي بالله الذي رفع السماء لما شاف شكله قال له مين ده يا ابن الصفر والله. بقول ايه؟ ساعة الغضب بتتسع حدقة العين وتنتفخ الاوداج وتصبب العرق ورفع حواجبه وبرى بعينيه، هيبقى ده منظر ايه؟ ده مش منظر انسان بلا شك. نسأل الله ان يعيذنا من ذلك يعني. من خلال الابتسامة يا شيخ محمد يا
يستطيع الإنسان أن يقول الكثير جدا جدا دون أن ينطق بكلمة. يعني أنا عايز أقول لواحد أهلا وسهلا، كويس؟ أبتسم بس في وشه. هي دي الترجمة، إن أنا بقول له هاي حبيبي أنت وحشني، أنت عامل إيه؟ قد أكون راكب أتوبيس ولا راكب العربية، أو هو راكب العربية ولا راكب أتوبيس، أو مش عارفين نصل لبعض، بس ده أنت لو أنت عامل حوار بينك وبين واحد صاحبك، وبعت له بس واحد بيضحك، شكل واحد كده وش بيضحك، هو بيقول لك يكتب كده كلمة لا كبيرة دي، وأنا بقول له الأفضل تكتب مكانها ابتسامة، ده الأولى بدل كلمة دي، اكتب مكانها ابتسامة. فأنا عايز أقول الابتسامة يا شيخ محمد شيء جميل جدا جدا، وأمر بسيط، ورؤية الابتسامة من الإنسان اللي على الفطرة بتكون أجمل بكثير جدا 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 من الناس اللي مفكرة نفسها إيه؟ يعني في منصب كبير بقى وبيضحك الضحكه الايه؟ اللي بتاع الكبرياء والاستعلاء دي. انت لما تشوف واحد ده طفل صغير في الشارع بياكل لقمه وهي مرميه على الارض ويمسحها، وانت بس يعني حط ايدك على دماغه كده وتضحك معاه. لما بيبتسم في وشك انت بتحتقر الدنيا اللي انت عايشها اصلا. سبحان الله. والله والله حقيقي. والله احنا زرنا اماكن كثيره فيها شيء من الفقراء واليتامى. لما بتدخل عليه بس وتحضنه وتبتسم في وشه وتديله هديه ولو كانت في نظرك انت قليله، هي في عينه هو حاجه كبيره جدا. ويقول لك انا عايز اتصور معاك سيلفي. شوف ابتسامه الولد وهو بيتصور معاك الصوره دي، اما اقصدش التصوير نفسه، اقصد ان طلب الولد منك هذا للابتسامه التي راها في وجهك، بلا شك بان هذا عنده اغلى من الدنيا وما عليه. الابتسامه يا شيخ محمد لها فوائد عظيمه جدا جدا، منها ده فيها تأسي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي بساما صلى الله عليه وسلم. طيب الابتسامة بتزيل الجليد في اللحظات الأولى للتواصل. لو أنا لأول مرة أقابل أخويا الشيخ محمد حمزة وبعدين شايفه عامل كده، استغفر الله. طب هو عامل كده، مرحبا يا شيخ محمد أهلا وسهلا، حس إن أنت مقبل عليه بسبب إيه؟ ابتسامته ولو لم يتكلم. الحاجة التالتة دي مظهر من مظاهر حسن الخلق واللباقة. هي هتكلفك حاجة؟ والله ما هتكلفك حاجة. هتكلف أي حاجة. بس صدقني النتائج المترتبة عليها لا تتصورها. عجيب. والله لا تتصور. أنا كنت شغال في بعض المعاهد وكان على البوابة بعض آبائنا الكبار، يعني بعد ما اتحلى على المعاش جابوه في المعهد قعد. فكنت كل يوم وأنا داخل السلام عليكم ورحمة الله وابتسامة كده وصف. يومين ثلاثة غبت لظروف معينة، والله العظيم أول كلمة قالها لي في التليفون شيخ عبد الرحمن أنا وحشت ابتسامتك. خلصنا ولا إيه؟ لا لا الله يسامحك يا شيخ عبد الرحمن. هنختم بالقصة. طيب يا شيخ محمد اتفضل. فأنا عايز أقول إن تنعكس عليك ابتسامة الناس. نعم. لما تكون أنت مبتسم في وش في وجه أحد وهو يبتسم كذلك في وجهك، بلا شك بتحس إن الحياة فيها نوع من الانسيابيه ونوع من الهدوء والسكينه، وتحس ان انت عندك نوع من الراحه النفسيه. اخر حاجه نقولها يا عم، ما فيش مشكله خالص. الابتسامه تساعد على تخفيف ضغط الدم. الله. وتنشيط الدوره الدمويه. والله. ولذلك انت لما تضحك من قلبك بيحصل فيه ايه؟ حس ان الدم بيضخ في كل انحاء جسمك، حس ان وجهك بقى مشرق. مش ده الوضع فعلا؟ صح. والنبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه نختم بها انه قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه. اتفضل. يعني دي من العادات الجميله للمصريين. ان هم بيحافظوا دايما على الابتسامه والنكته وكده، ونسال الله عز وجل ان يديم عليهم آمين. فضله آمين. وان يرزقنا جميعا العفو آمين. والعافيه آمين. شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. الله يسعدك في الدارين وجزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. تابعونا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.